اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مسافرون. النهارده حلقتنا هتكون من مكان تاريخي عظيم له تاريخ وباع في التاريخ الاسلامي. المكان دوت اللي انا موجود فيه، انا بكلمكم من القلعه، قلعه صلاح الدين الايوبي. النهارده لابس الزي دوت التاريخي على اساس ان هو ده موجود هنا، وان احنا نقدر نتصور بكل العصور التاريخيه المصريه اللي مرت بيها مصر. طبعا هي معروفه دايما ان هي قلعه محمد علي، هي اللي بناها صلاح الدين الايوبي سنه 572 هجريا، و لما توفى كملها اخوه مكانه. القلعه دي، هذه القلعه بتحتوي على بعض المساجد، المتاحف الحربيه، متحف للشرطه، قصر الجوهره، فيها اماكن كتيره ممكن انت تتجول ايام وايام في القلعه وما تخلصهاش. صلاح الدين لما بنى القلعة هنا اختار مكان عالي عشان يحمي بيه نفسه من الفاطميين. نقى هذا المكان لعلوه وقربه من المقطم، منطقة عالية، شايف القاهرة، شايف مدينة الفسطاط كويس، بيحمي نفسه من هنا. وحط لما جه يختار، هو حط قطعة لحم في القاهرة فلقاها تاني يوم باظت، فطلع فوق هنا وحط قطعة لحم، قعدت حوالي ثلاث ايام بليلتين ما باظتش. معنى كده ان هو لما يقدر يتحاصر او يكون في حرب او في حاجه يكون موجود معاهم اكلهم ومعاهم المؤن بتاعتهم ومعاهم كل حاجه، كل الخضروات او اللحوم او اي حاجه، ان هي بتعيش في فتره طويله هنا. وهنتجول في القلعه ونشوف مع بعض كل الاماكن الجميله بتستمتعوا معانا بجوله داخل قلعه صلاح الدين الايوبي. بكلمكم دلوقتي وواقف قدام جامع محمد علي باشا. الجامع ده طبعا يعني من اجمل الجوامع على مستوى الجوامع في العالم كله. هذا الجامع اللي بناه محمد علي باشا، القلعه على علمكم، القلعه لما كانت عباره عن سور ومكان للخزين وكذا، اللي جه بنى القصور وبنى الجامع وبنى مدارس وبنى حاجات كتير قوي في هذه القلعه هو محمد علي باشا. بدأ يبني هذا الجامع سنة 1830 ميلاديا، وجاب مهندس تركي اسمه يوسف بوشناق. يوسف بوشناق ده هو اللي صمم هذا الجامع على الطراز التركي، اللي هو زي في جامع مشهور قوي في اسطنبول او في الاستانة في ذلك الوقت اسمه سلطان احمد. ده تقريبا على غرار زي السلطان احمد اتبنى الجامع، جامع كبير ليه مأذنتين عاليين جدا، كل مأذن حوالي 84 متر زائد ارتفاع القلعه حوالي 80 متر، يعني ارتفاع المأذنتين حوالي 164 متر. منظر جميل ورائع، جامع جميل، في نجفه جوه عظيمه عبارة عن 365 مشكاة للإنارة بعدد أيام السنة. جوه في منبر مبني من الخشب الطبيعي بناه محمد علي، حطه وصنعه محمد علي باشا، وجنبه منبر رخامي خاص بالملك فاروق. هنروح الجامع ونتفرج ونشوف عظمة العمارة الإسلامية في ذلك الوقت. تعالوا معايا نتفرج. احنا جوه الجامع، دخلنا جوه جامع محمد علي باشا. قد ايه شايفين الجامع عظيم. محمد علي باشا اتدفن ليه ضريح واتدفن في هذا المكان
جامع عظيم وجميل، وبيجي سياح من جميع أنحاء الدنيا عشان يشوفوا عظمة التاريخ الإسلامي وعظمة القلعة وتاريخ القلعة والتاريخ الإسلامي. أعزائي المشاهدين، أنا بكلمكم من أمام المتحف الحربي من داخل القلعة. المتحف الحربي ده نفسي إن أنتوا تيجوا تشوفوه، لأنه فيه 8 عربيات مشهورين جدا. عربية الملك فاروق، عربية اللي ركبت فيها الإمبراطورة أوجيني مع الخديوي وإسماعيل لما جم افتتحوا قناة السويس. في عربية كانت اللي بتاخد المحمل للحجاز كل سنة. في بعض الملكة نازلة ليها عربية. في عربيات جميلة وأثرية بدعوكم لمشاهدتها. تعالوا نشوف. المشاهدين، وانا داخل ما زلت في قلعه صلاح الدين الايوبي، بس انا بكلمكم دلوقتي من جامع الناصر محمد ابن الاون، الملك اللي بنى هذا المسجد العظيم والتاريخي. بنى سنه 718 هجريا. طبعا زي ما انتم شايفين عظمه الجامع والساحه بتاعته والاعمده اللي كلها من الرخام والجرانيت الاحمر. جامع وعلى الطراز المملوكي، جامع عظيم وتاريخ فريد، وده كان بيوصل لمكان وبوابة بتخش على قصور الحريم بتوع القصر السلطان أو الملك لما بناه كان بيجتمع هنا وبيصلي هنا كل جمعة مع الأمراء وكبار وعالية القوم. لما بنى ابن الاون لما بنى هذا الجامع استدعى من القاهره ومصر كل المؤذنين واللي بيقراوا القران، وعمل ليهم اختبار وسمعهم وهم بيقروا القران وبيأذنوا، واختار 20 مؤذن وقارئ للقران بصوتهم حلو بيجيدوا عشان يدرسوا الفقه وقراءه القران ويقيموا الاذان في هذا الجامع العظيم. We'll be right back.